إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يصف الله سبحانه وتعالى مثال الكافرين الذين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا والذين حكم الله عليهم بأنهم من وقود النار. يقول ربنا في شأنهم: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب يعني كطريقتي وكمثالي ومثل وعلى نفس النهج الذي انتهجه آل فرعون. آل فرعون ادعى الألوهية، فرعون بغى في الأرض، فرعون آذى أنبياء الله، فرعون لم يسمع كلمة الله، استخف قومه فأطاعوه. والذين من قبلهم، ما هو تاريخ، ما هو إذا كان فرعون الذي خرج موسى في عهده هربا هو الذي تكلم عنه القرآن، إلا أن قبله تاريخ موجود فيه نوع من أنواع التكبر في الأرض، فيه نوع من أنواع الطغيان. والذين من قبلهم ماذا فعلوا؟ كذبوا بآياتنا. والآية تطلق ويراد منها الوحي لأنه فيه معجزة، وتطلق ويراد منها خارقة العادة المعجزة. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. وأخذ الله للناس بذنوبهم نوع من أنواع التنبيه، التنبيه لهم حتى يرجع، فإن لم يرجعوا يبقى التنبيه بعد أن هلكوا لمن بعدهم ومن حولهم، الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى إذن أخذ الله للمجرمين وللمذنبين وللكافرين له فوائد رحمانية. الفائدة الأولى التنبيه حتى يرجعوا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. مرضيش يرجع وهلك وعند عناد الكفر، ومن اللي حواليه يشوف ويعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قل سيروا في الأرض فانظروا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون إن شاء الله وتحشرون إلى جهنم، إن شاء الله نراه وعدا في الدنيا، وينقلبون إلى ربهم فيحشرهم في جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. شوف الكلام ده رحمة. أدمتم شايفين المصائب والدماء التي تجري في الأرض من الطغيان ومن العدوان ومن الكفر بالله ورسوله. سبب ده كله إيه؟ الكفر بالله ورسوله، مش راضيين ينصاعوا لكلمة الله ولا لأمر الله. ضربوا
قرية اسمها قانا، الأطفال على النساء على كذا إلى آخره. فبنقول لهم ضربتوا قانا ليه؟ قال ما احنا قلنا لهم امشوا فما مشيوش، قلنا لهم اتركوا بلادكم فما تركوش، فلما ما تركوش بلادهم يبقى نموتهم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هو بعد كده في تفاهم، يعني في عقل بيفكر؟ ما فيش عقل بيفكر. ده انت قدام واحد بيقول لك انا بخيرك من خيارين، يا هقتلك يا هقتلك، اختار بقى. فده ما ينفعش الا ان ايه، نقول له كده بسم الله الرحمن الرحيم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كده ما فيش إلا كده. تقول له قال تعالى بقى، لأنه العقل ما فيش. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا آيات. واحد معاه كل الأسلحة والتاني معاه أسلحة زي البومب كده، وبعدين ده ينتصر على ده ازاي؟ وفي ايه؟ في ربنا الله، في ظلم، في فساد في الارض. قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.